طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. بالنسبة لنا بالفتح واضحين، نرفض أي تدخل أجنبي في العراق. العراقيين المفروض أن يقوموا تمثال لقاسم سليماني لأن خلصهم من داعش. لم ولن نسمح بأي تدخل أجنبي. الإمام إذا يقول حرب حرب، وإذا صار تدخل أجنبي صدقوني لا استقرار في العراق. الإمام إذا يقول صلح صلح، ولا نجاح في العراق. نعم نحن مع الإمام. وشعارنا يجب أن تكون الحكومة القادمة قرار عراقي الامتياز. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. التحالف السياسي المدعوم من إيران في بغداد قال بأن مهمة إخراج القوات الأمريكية من العراق ستكون على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة، في إشارة إلى تشكيل الحكومة المرتقبة في العراق بنسختها السادسة بعد عام 2003. طبعا تواصل قوى وكتل سياسية مقربة من طهران فضلا عن ميليشيات من تصعيدها ضد الولايات المتحدة، حيث أعلن زعيم تحالف الفتح والقيادي بميليشيا الحشد الشعبي هادي العامري مساء الثلاثاء بأن الضغوط الأمريكية فشلت في تشكيل حكومة حسب رغبتها بعد هجوم مماثل للسياسيين في العراق وزعماء فصائل لميليشيات طالبوا المبعوث الأمريكي بريت ماجورك بمغادرة العراق، أبرزهم قيس الخزعلي وحسن سالم، فيما هددت ميليشيا حزب الله فرع العراق بإسقاط أي حكومة لا تحترم الحشد الشعبي. القيادي في الميليشيا أبو طالب السعيدي قال في كلمة بأن ما يحدث من اتفاقات بين الكتل السياسية في البرلمان بشأن بعض المناصب لم يكن ليحدث لولا دماء مقاتلينا. طبعا القيادية في تحالف البناء وعضو البرلمان الجديد انتصار الموسوي تحدثت يوم أمس بأن أولوية التحالف اليوم ستكون إخراج القوات الأمريكية من العراق. أضافت بأن ما أسمتها المقاومة ميليشيات الحشد قد انتصرت سياسيا وعقائديا على واشنطن ومؤيديها في العراق، وأوضحت في بيان نشرته وسائل إعلام عراقية محلية بأن أي عقوبات أمريكية ضد فصائل ما أسمتها المقاومة لا قيمة لها وتندرج ضمن مسار أمريكي خليجي للانتقام من داعمي المقاومة على حد قولها. هاجمت ما وصفته بالنهج الأمريكي الذي يستهدف فصائل المقاومة، العبارة التي تطلقها قوى سياسية عدة على الميليشيات الموالية لإيران. وبحسب البيان أوضحت النائبة الموسوي بأن أي عقوبات على تلك الفصائل ستزيدها إصرارا على محاربة الإرهاب، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية المنتظرة على الميليشيات في العراق والعقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران الشهر الماضي. طبعا تأتي هذه التصريحات بعد أيام على موقف مماثل لرئيس البرلمان المدعوم من تحالف البناء محمد الحلبوسي، حين أشاد بما سماه الدور الذي تلعبه إيران في العراق، وأوضح خلال تلقيه اتصالا من رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني بأن الشعب العراقي وأعضاء البرلمان يقدرون، كما يقول الحلبوسي، يقدرون الدعم الإيراني المفتوح للعراق في السابق واليوم، لا سيما المساعدة في استعادة العراق من تنظيم داعش الإرهابي. الجماعة اليوم يريدون إخراج القوات الأمريكية من العراق بحسب تصريحات للتحالف السياسي المدعوم من إيران. معنا اتصال الغريري من بغداد. تفضل الغريري. من صلاح الدين. تفضلك استاذ عمر. حياك الله، يا أهلا بك. تفضل استاذ عمر. طبعا بمناسبه هذا اليوم العظيم
يوم العاشر من محرم، حيث المسلمون يودون الشكر لله سبحانه وتعالى بصيامهم بذكرى النصر إن صح التعبير. هذا اليوم هو يوم النصر، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. فإذا هذا اليوم هو يوم نصرة المظلوم، وهذا هو يوم الأمل. لا بد لكل ظالم من نهاية مهما علا وتجبر. يعني فرعون الذي استعبد بني إسرائيل طيلة عقود طويلة كانت نهايته التي قال عنها القرآن سبحانه وتعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون خلفك آية. فهؤلاء الذين يحكمون العراق اليوم هؤلاء فراعنة، كل منهم فرعون. وأقول لأهل الجنوب الذين ثاروا، الله سبحانه وتعالى مع المظلوم ولو بعد حين، الله ينصر المظلوم ولو حتى كان كافرا. اليوم أنتم تحتفلون أو تعيدون ذكرى موت أو قتل حسين على يد الشمر. أقول لكم أن الشمر اليوم موجود بين أيديكم، يجوس الديار ويقيم بينكم. الشمر موجود الآن يمنع عنكم الماء والطعام. الشمر الآن موجود في البصرة وفي المحافظات كلها وفي العراق كله، يقتل الأبرياء ويستحي النساء ويذبح الأطفال ويغتصب المساجد. هذا هو الشمر. فعليكم أن تقتدوا بالحسين إن كنتم فعلا مقتدين بالحسين، وتقولون هيهات من الذلة، وتقولون أن الحسين خرج لنصرة دين جده. فهذا يومكم، هذه المناسبة جدكم، وأنتم الآن ستجمعون بالملايين لإحياء هذه الذكرى. فأفضل وأحسن طريقة وأسوأ طريقة عند الله، إذا تريدون ثواب ترى لا بالأكل ولا بالشرب، الثورة ضد هذا المظلوم، ضد الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان الجائر. هذه وحدة. ثاني شيء أستاذ عمر، هؤلاء والله يضحكونني حينما أسمعهم يقولون نريد إخراج القوات الأمريكية. أنتم من تخرجون القوات الأمريكية؟ أمريكا هذه القوة الهائلة التي تعرف واحدكم إذا دخل حتى الحمام تعرفه متى يدخل الحمام. على من تضحكون؟ على من تضحكون؟ أمريكا هي التي أتت بكم، وأمريكا هي التي عينتكم. بالأمس كذبت السفارة الأمريكية وجود أي لقاء مع عهد العابد. إذا الخبر صحيح. ما دام كذبت السفارة الأمريكية، إذا اجتمعوا مع السفير الأمريكي. هؤلاء يا سيدي لا يستطيعون أن يذهبوا إلى بيوتهم دون علم السفير الأمريكي. من هؤلاء؟ إنما هم يريدون الضحك على الناس وعلى البسطاء ويقولون نحن نريد إخراج القوات الأمريكية. هؤلاء كذبة، هؤلاء ظلم، هؤلاء فجرة. ثم بالله عليك هم محتفلين ب يعني هذا الصعلوك مالهم الذي جاء في الأنبار محمد الحلبوسي. يعني أقولها للشعب العراقي خلي يسمعني، هسه كل عراقي يسمعني أقولها. محمد الحلبوسي كان مترجم عند القوات الأمريكية بسنة 2004-2005 إذا ما حد يعرف. محمد الحلبوسي جابته إيران مترجم عند القوات الأمريكية. فهؤلاء على من يضحكون؟ إيران يريدون إخراج أمريكا من العراق. أنا عندي أقرباء بمغرب أستاذ عمر، كل ما أزوره ثق بالله العظيم عشرات الطائرات الأمريكية الضخمة هاي C-130 التي تحمل الدبابات والناقلات والمواد والأغذية وغيرها تهبط وتطلع باليوم عشرات المرات. من يستطيع أن يقول لأمريكا لا؟ هؤلاء لا يستطيعون. هؤلاء أمريكا هي التي تفتهم، أمريكا هي التي تعينتهم، وهؤلاء أمريكا هي التي تضغط عليهم. وأمريكا تعرف كل واحد تم اسمه من حقول النفط العراقي التي يسرقها. والله في إشارة واحدة من سفير أمريكي هؤلاء. لكن أمريكا اللعينة تريد أن تنتقم من السنة، لأن السنة قد هم وقفوا في وجههم وقرابوهم. فالانتقام من السنة بأن سلطوا علينا هؤلاء اشترادا الذين يدعون اليوم أنهم ضد أمريكا. نعم. هذا الوضع أستاذ عمر. وأقول لأخواننا أهل الجنوب عوف الشمر ذاك يتسلموا بهذا الشمر، تسلموا بهذا الشمر هذا الموجود يذبح فيكم ويعتد عليكم، وميليشيات إيران هي اللي تحقق وياكم الآن في البصرة. نعم مغرير، يعني هاي المطالبة ليست الأولى بإخراج القوات الأمريكية من العراق. يعني نعم. الجماعة كل ما يعني أمريكا تشد الحبل على إيران، الجماعة يبدون بهاي التصريحات، وبنفس الوقت تلقاهم يومية قاعدين ويا لو السفير الأمريكي لو المبعوث الأمريكي. يعني عليهم من يضحكون أستاذ عمر؟ هؤلاء يضحكون على أنفسهم، هؤلاء يستغبون الشعب العراقي، يظنون الناس لا تفكر لا تحلل. الناس تعرف كل شيء. أنتم عملاء أمريكا نفسه، وهسه ايران هذه اللي تدعي هي انه هي يعني دافع عن المظلومين، نفس الضحي وخاتمي وغيره هذول الزنادقه الفرس المجوس.
قالوا لولا إيران ما دخلت أمريكا لا كابل ولا بغداد. هم بعظمة ألسنتهم شاهدين على أنفسهم بالكفر والعمالة. نحن لا نتهمهم. إذا من هؤلاء حتى يقولون نحن والله ضد أمريكا 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 هي توزع رواتبكم. أنتم تقولون أمريكا هي اللي توزع رواتبنا. زين أنتم بدون السفارة الأمريكية لا شيء. السفارة الأمريكية هي التي تسجل شغلكم وهي التي تنظم حصة كل واحد من الكعكة سواء كانوا محسوبين على السنة أو كانوا محسوبين على الشيعة. لكن العتب على أهل الجنوب. العتب على أهل الجنوب اللي إذا صارت معركة عشائرية يستخدمون السلاح المتوسط والثقيل. زين بيناتهم. أما إذا مع الحكومة فواحد يسمع احتجاجه. أين هم الآن؟ أين أسلحتهم التي تقاتل بها العشائر؟ هذا يومكم. دافعوا عن أراضيكم، دافعوا عن دينكم، دافعوا عن 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 عن, عن حقوقكم، دافعوا عن دينكم، دافعوا عن حقوقكم المسلوبة. زين؟ وهذا نعم. هذا سامع، ما هذا اللي عندك، جزاك الله خير. شكرا الغريري من بالا. طبعا البيان بيان رئيس البرلمان الجديد محمد الحلبوسي يعني شدد بأن أعضاء البرلمان يعارضون ممارسة أي ضغوط وحظر اقتصادي على إيران ويعتبرونه ظالما وسيواصلون وقوفهم إلى جانب الشعب الإيراني. حول ذلك القيادي بالتيار المدني كريم الكعبي تحدث إلى صحيفة العربي الجديد وقال بأن التصريحات والتهديدات لا تبشر بخير واستفزاز الأمريكيين وتأييد واضح للمحور الإيراني وسياسة طهران وأجندتها يعني أن لدينا 4 سنوات صاخبة. بيّن بأن الكتل السياسية المقربة من إيران صار معروفا عنها بأنها تصعد أو تخفض من لهجتها بالتناسب مع صوت طهران. أوضح الكعبي بأن مثل هذه المواقف قد تعود بالعراق إلى المربع الأول والإضرار بالعملية السياسية بل وتغذي الصراع الطائفي في البلاد. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود لاستكمال مواضيع أخرى. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال ابو محمد من الديوانيه، تفضل ابو محمد. والله يسعدك اخوي، شلونك؟ حياك الله يا هلا بيك، اهلا وسهلا بيك. شلونك زياد؟ بخير الحمد لله، الله يسلمك، تفضل. والله عن الحكومه ما في شكل صعوبه في الوضع هذا التعبان. نعم. وضع تعبان كلش. الاحزاب هاي وايد يوشي صايرت لك. ما تنعرف ها؟ نعم هاي وضاعت الخدمات والتعليم، التعليم التعليم المسكين المصيب، التعليم اللي راح يتأجل شهر وما يشلون، والشهادة العراق بعد ما يعترف بيها وضلت لك الوادي بهالوضع هذا التعب. زين نعم زين ابو جيل كامل جيل كامل نعم تفضل طبعا. جيل كامل قلت شبيه جيل كامل هسه راح يضيع عليه الدراسه ويضيع عليه هذا ويضيع عليه. زين زراعتنا هاي ولات اللي راحت هم بعد ماكو زين كل انتاج كله استيراد من الخارج وكله استيراد من هذا وضلينا تعبانين. زين نعم ابو محمد شنو رايك شنو رايك بما يقوله اليوم التحالف السياسي المدعوم من إيران؟ يقول لك إحنا نريد الأمريكان لازم يطلعون من العراق بسرعة. إيه جاء الأمريكان يا جاب الأمريكان هم جابوهم يا جابوهم تحالف يا جابوهم هم جابوهم وهم طبضوهم وزين وينتقون تكليات وطبوا الأمريكان الله وكيله زين ينتقون تكليات وطبضوهم وهذا شوف سووا بلادنا سووها فلشونا وخلونا طائفية جرعة وطائفية بناتنا خلونا تعبانين. ايه زين احنا لازم نحن نتحد، الشعب لازم يتحد ويطلع الامريكان ويطلع كل هالسوالف هاي ميل دول العملاء الاحزاب العميلة ميل هال زين نعم والله انا ما اعرف وين طيوهنا شلون نخلص شلون هذا من هالوضع هذا اللي تعبونا هؤلاء
هؤلاء النصوص، هؤلاء النصوص ابو هذول اول ما طبوا اكو محل قال عليهم سالوه اللي قناه الجزيره قالت لهم يجي نسالك على الناس اللي جت هاي والميكان اللي جت السلطه، قالهم انهم مجموعه من النصوص. هسه طلعوا صحيح مجموعه من النصوص زين، ما فهموا شيء بهالبلاد هاي زين. نعم نعم معه وين نطيه ما عرفتهم. الشعب الشعب لازم يتحد، الشعب يشوف العشائر يطولها فلوس ويطولها ما يجلون وظلت لك الواجب تعبانه بهالوضع هذا زين. نعم الله يعين ويفرج عن الشعب العراقي. الله يخلصنا الله يخلصنا، نريد 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 الناس الوطنيه تتحد، نريد الناس الوطنيه تتحد وتخلص من هالوضع هذا التعبان. نعم. زين ليش تحنا ليش تظلينا؟ ما تقول لي شعبنا هسه شهادتنا ما معترف بها، الطب عندنا انتهى، التعليم عندنا انتهى، الزراعه عندنا انتهت، الصناعه عندنا انتهت، كل شيء انتهى عندنا زين، الله وفينا كل شيء انتهى عندنا زين. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أشكرك أبو محمد من الديوانية، كان معنا معنا اتصال أبو ياسين من بغداد. تفضل أبو ياسين. أبو ياسين تسمعني؟ أبو ياسين تسمعني؟ انقطع الاتصال مع أبو ياسين من بغداد. خلونا نقرأ رسالة حول الموضوع قبل ما ننتقل إلى موضوع آخر. مبروك من الإمارات يقول أخي عمر، طبعا دائما يصر مبروك على ارسال رسائل يعني يمكن بها اربع صفحات، نقرا فقط البارت الاول. يقول القرار الامريكي الاخير بفرض عقوبات على الميليشيات المسلحه المواليه لايران جاء متزامنا مع التوجه الامريكي تجاه النفوذ والهيمنه الايرانيه في المنطقه العربيه وتحديدا العراق، بعد ان استشعرت الاداره الامريكيه حقيقه هذا النفوذ واثره على سياساتها وتوجهاتها الميدانيه في العراق، وأنها أصبحت أمام حقيقة الصراع الذي من الممكن أن تستخدمه طهران في مواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها من قبل واشنطن. خلونا ننتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع رئاسة الجمهورية. اليوم هناك تجدد للخلاف الكردي بشأن منصب رئيس الجمهورية بعدما رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح للمنصب، في وقت بدأ فيه التحرك لتقديم مرشحيه للمنصب. وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي محمود محمد في بيان صحفي بأن الحزب الديمقراطي في اجتماعه الأخير مع نائب الأمين العام ومسؤول الهيئة العامة في الاتحاد الوطني كانت لديه الرغبة وسعى إلى التعاون وفق برنامج واحد مع الاتحاد الوطني وأن يتم الاتفاق على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، مبينا بأن ترشيح برهم صالح تم بشكل فردي من قبل الاتحاد الوطني وكان مقررا أن يبلغنا الاتحاد بأي اتفاق قبل إعلانه. معنا اتصال، ما سمعت الاسم. أبو ياسين من بغداد عاود الاتصال معنا، تفضل أبو ياسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رجل وطني شريف، حياك الله يا أهلا بك، تفضل اخي. او اوجه كلامي لهذا العامر، اقول له انت لو ما امريكا، نعم نعم ابو ياسين انقطع الاتصال مع ابو ياسين مره اخرى. حميد من ديالى، تفضل حميد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك عيني المصطفى؟ عمر معك، حياك الله، بس اسمعني من التلفون مباشرة، الله يخليك، نص التلفزيون، اترك التلفزيون. اي والله. عيني يا. تفضل. عيني عمر. نعم. مثل ما يقولون أنا غسلت قلب من العراق. السبب اللي ليش؟ لأنه كانت دولة قوية، جيش قوي ونظام قوي، وحاولنا من ناية وقت مغافر الشرطة، ومن ناية هاد بعد حد هاد مافدة هاد، ومن ناية دخلة بشؤون العراقيين، وهسه صارت النظام المقبور اللي تقولون عليه، وكانت خلت، زين ايش يعني، والأسلحة كانت قوية، مدافع وصواريخ وهاي، وما قادرين الإيران، وهسه إيران اتقلت بثقلها، زين يعني كل الحكام كلها يعني هم الإيران،
شلون راح يعني نحرر العراق من ايران؟ بتقول لي انت فهمني. نعم. اي نفهمني يا اخي. وهذا هو اللي اريد اقوله. انا اقول انا والله قتلت قبل من العراق، والعراق راح وانتهى وكل شيء، ما ظلت لا زراعه لا فلان. من فقط العراق جابوا ورقه بها 50 ماده، 50 مادة من كل لحم البقر والعجل وهذا. والله يا اخي انا قلت تخلي روح صدام من خرب قبر ابوه، كان مموتنا جوع. شو هسه انا وكل كل الشهر يلا تجينا ماده الطحين كل 4 شهور كل 5 شهور يلا تجينا بيت. ما تجي انا بعد شنو بعد احنا هسه؟ وهذا بكلامك ما اريد اطول عليك انا عمر. نعم. ها؟ أنا أشكرك حميد من ديالى. كان معنا اتصال أبو ياسين من بغداد يعاود اتصال بنا. تفضل أبو ياسين. تحياتي لك. تحياتي لك أخي. أود الكلام هذا العامري، أنت أقول له لو ما أمريكا كان لحد الآن تأكل من فضلات إيران، ولو ما أمريكا كان أنت ما قاعد هسه بنص بغداد. عيب عليكم هذا الدجل هذا. أخي نقطة ثانية، أخي الإيراني ما طول سيطر على العراق من شماله إلى جنوبه، وسيطر على أقول 60% من العراقيين، ما راح يخلي العراقي ينعم حريته في بلده وعيشته وزراعته ومية وشوارعه والأمن والأمان. حتى من رخصتك خلينا نقارن بين النظام السابق الوطني وبين النظام الحاكم الآن، واللي يشهد ليش العراقيين، وإنما هو العراق بترابه يشهد بالذل اللي هو به من 2003 لحد الآن. ومن لفوا للعراق أخي لغوا الامن والامان، هاي اول شيء رئيسي. اللي كان الامن والامان موجود بكل شوارع العراق وحارت بكل باب عراقي، وخلقوا الفتنه بين العراقيين، ولغوا الاراضي الزراعيه ويتم دفنها بالنفايات، ولوتوا مينا وشوارعنا حفروها والكهرباء حتى نتنا اخي. ما مشوا صفخه الى الامام اذا ما بيها اذيه للعراق والعراقيين اخي. بس الو وياك ابو ياسر. الو نعم. وياك اسمعك اخي. هلكو البلد بتمدي وباسم حب الحسين، والحسين بريء من هؤلاء الدجاله. الحسين اخي قام في ثوره ضد الظلم اللي هو نفس الظلم الان في العراق. هؤلاء الحكام هم اجدادهم اللي قاتلوا الحسين. اجلسوا انفسهم على اساس يطبقون، وهاي الله وكيلك ما عندهم ولاء للعرب ولا عندهم ولاء للإسلام، وإنما هي أفعالهم اللي تثبت وليس لسانهم. وأنا أشكرك أخوي. شكرا أبو ياسين من بغداد كان معنا. يقول السلام عليكم، اليوم كل التوقعات السياسية تشير إلى نهاية المطاف للعملية السياسية الباطلة بعدما عجزت أمريكا وحلفائها ببناء الديمقراطية المزعومة في العراق، وبالتالي انقلب السحر على الساحر والغباء الأمريكي ظهر واضحا للعيان بإسنادها ودعمها لشراذم الأحزاب الفاسدة. وهنا يجب أن ندعو شعبنا إلى انتفاضة عارمة يصحح ما سببه هؤلاء الشراذم، كما يقول المختار من بابل. نعود إلى موضوع تجدد الخلاف حول منصب رئيس الجمهورية. اليوم أشار المتحدث باسم الحزب الديمقراطي أشار إلى أن الاتحاد لم يفعل ذلك، وقد سمعنا من خلال الإعلام ترشيح صالح للمنصب بعد إعادته إلى صفوف الاتحاد، مشددا على أنه لا يجوز لأي جهة أن تعد منصب رئيس الجمهورية ملكا لها لوحدها. أضاف وفقا للاستحقاق الانتخابي، فإننا نرى أن من حق الحزب الديمقراطي تولي منصب الرئيس، لذلك سيكون لنا مرشح للمنصب. طبعا كان الاتحاد الوطني الكردستاني قد أعلن ترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، وهو يؤكد بأن المنصب من حقه. من جهته القيادة في حزب البرزاني إسماعيل الجاف تحدث بأننا نرفض ترشيح صالح المنصب كونه فشل في قيادة حزبه الذي شكله ومن ثم تخلى عن الحزب وعن جمهوره مقابل الحصول
على منصب رئيس الجمهورية، وبيّن بأن برهم صالح لا يمكن له أن يمثل الأكراد بمنصب رئيس الجمهورية. معنا اتصال أبو مصطفى من الموصل، تفضل أبو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، أي حكومة هذه؟ والله احتراماتي لكم، إذا عدتم أنتم ضيعة وطنية مجاهدة، لكن من نجي عيب على العراقيين يقولون هذه حكومة، هذه مو حكومة، هذه وجوه كالحة أتوا بهم المجوس واليهود لتنصيهم وعرقابنا ودمرونا. إحنا ننتظر برهم صالح، فؤاد معصوم، فؤاد معصوم على أساس هو خريج الأزهر للأسف، يعني مع احتراماتي للأزهر، الأزهر ما يشرف أن يكون هذا أحد خريجيه حسب ما نعلم منه هذا اللي قبله. حسيت يشكلون هذا برهم صالح، هم ما تدري حقيقتهم، احنا ما يقدر نقول كل الحكي. للأسف الشديد هذولا قتلة سابقا واليوم، خاصة هذولا جماعة الاتحاد، احنا ولد الشمال اللي نعرف الشارع شهون، كان يقلبون الجندي والعربي، أي واحد كان من يتفوه بالعربية هو كان عدوهم، وحتى يحطون عليه بعدين كان يحرقونه. هسه صاروا شراف وبدأوا يقلبون رئيس الجمهورية، ولو مع احترامي للقومية الكردية، احنا ما نقول الكراد هم ناس مؤمنين إسلام، ما يقدر نقول عنهم، لكن من تجي على هؤلاء الأحزاب مالهم واحد انقسم لله، لأن احنا اليوم في ظرف صراع قومي، لكن مع الأسف على عرب الجنوب ما يحسونوا بهاي المصيبة. المصيبة اللي واقع اليوم صراع قومي بالعراق، وليس صراع لا ديني ولا مذهبي، لكن أخذوا الدين والمذهب لكي يعبروها علينا. لا يا أخي، أنا أعتدي على المثقفين الواعيين بالعراق والوطنيين، أما المثقفين اللي نقول عندهم شهادات كبرى وتلقى حشاكم خايش، هذا ما لدينا. نقول احنا ساعدنا خايشين بالموصل، قسم منهم اطباء، نعم، صاروا ويا الدواعش. الدواعش والميليشيات الشيعيه، للاسف بمرارة اقول الشيعيه، لكن هم هاي حقيقتنا اليوم. احنا الميليشيات السنيه اللي يقودها هذا البقره البغدادي، ابو بقره البغدادي، وهذول الخزعبلي، وهذول كلهم ذول اولاد جايين هسه حكومه مثلها، يعني يقول عن الحكومه، هم كلهم من سراج واحد من المجوس واليهود. احنا شو ننتظر يعني؟ خلنا يعني انا رجال بعيد عن السياسه، حياتي ما تحزبت، اقسم بالله بحياتي ما جيت حول الحزب ولا احب الاحزاب، الله منطيني هذا الطبيعه، لكن اللي ارجي انا اقول انا ماني سياسي، لكن من مفهومه هي من الخدام العراق ما بيهم واحد. وللاسف الشديد، للاسف الشديد الصراع هو صراع قومي، وعلى الجنوب طبل وراء الخميني وراء حساس الثاني خليفتي الثاني، وين على الشعب؟ والشعب مات على شلون قالوا خنجر من الجيوان؟ يعني انا وصلت الى حد وصلت الى سستاني، اما تقول يا اخي ما تفوه، خلي بس تعلموا مع اللطف حتى يلتهون عن عن ما يدور في ديننا. يا اخي ديننا هو فوق الدين فوق كل شيء. نعم ابو مصطفى، بالعوده للموضوع الاول قبل الفاصل ولا اقاطعك، الجماعه يقول لك نريد نطلع امريكا من العراق. يا جماعه، جماعه هذا العامري وجماعه المالكي والميليشيات. والله استاذ عمر، والله هذه شرب ليتي ما يضحك. هو من هو مو جمله اسعد، خلي يطلعون هوياتهم الاخرى، شوفوا كلهم عندهم هويتين، احنا ما نريد غير صاحب هويه واحده عراقي اصيل. هذا كل يوم هم عندهم هويات اجنبيه، ايرانيه، بريطانيه، امريكيه، هولنديه، نطلع عليهم وعلى كل من يقول هذه حكومه ويقبل بها. نطلع على كل مسلم. قد ما استغلت المسلم الحرة صاحت يا إسلاما، يزدون يا إسلام وزير سوف نتحاسب يوم القيامة على الكلام. قد ما صاحت المرأة قالت وما تصطاه ماذا جرى؟ قال سوف أكون جالس لك جيش الأول وعندك وآخر وعندي، فماذا جرى؟ فيه فورا حد المرأة قد ما استغلت، وين الغيرة؟ وين الغيرة؟ وارجع أقول صراع قومي وليس مذهبي ولا ديني. أخوان يا أهل الشيعة يا أهل الجنوب، كافيكم ذل، ذلتم فيسكم بأيديكم، ظلتم تابعين الخميني. أنا جندي بال 85 وال 84 وبالثمانينات القادسية صدام المجيد اللي كثرت خشم هؤلاء الأنزال. نعم أبو مع الأسف عليكم، كنت قسم منكم أنا رافضة جدا، كم واحد واحد يتفوج قدامي يقول ماكو ولي إلا خميني، ما كان يقول إلا علي. مو كلهم أبو مصطفى، أبو مصطفى الدليل على ذلك الانتخابات الأخيرة
ما وصلت الى 20%، المظاهرات اللي تطلع، القمع اللي نشوفه في البصره وغير البصره، وديعانون مي ماكو، بطاله، يعني كل هذه الامور واضحه للعيان. انا اعتذر منك ابو مصطفى من الموصل، اشكرك. معنا اتصال ابو محمد من الكويت، تفضل ابو محمد. ابو محمد تسمعني؟ انقطع اتصال مع ابو محمد من الكويت. معنا اتصال ابو ناصر من تركيا، تفضل ابو ناصر. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله. يا حضرتك اكو مشكله بالصوت. نعم. الو تسمعني استاذ عمر؟ اي هسه اسمعك واضح، تفضل. تحيه لحضرتك وقناه التلفزيون وكل كادر اخوي العزيز. اهلا وسهلا استاذ عمر. يعني هم كل الموجودين بالعمليه السياسيه شلون وصلوا للكراسي وشلون سلطوا على رقاب الشعب لو ما امريكا؟ واللي دا يصرحون باخراج ما تبقى من الامريكان بالعراق هم بالاساس يضحكون على نفسهم، وهم يعرفون بان استطاعه امريكا باشاره واحده ان يخرجوهم من كل ارض العراق، وكل هاي التصريحات فارغه. واقول للشعب استاذ عمر، اليوم تمر علينا ذكرى استشهاد سيدنا الحسين عليه السلام، وخلي يفكرون بصوره صحيحه بان اللي قتلوا سيدنا الحسين كانوا متمسكين بالكراسي وهم مو اهل لاستلام امور المسلمين. فخرج سيدنا الحسين عليه السلام عليهم رافض للظلم، والزمرة اللي قتلت سيدنا الحسين عليه السلام هي نفس الزمرة الموجودة هسه بالعراق. وخلي أوضح شوية بصورة أكثر، يعني جبهة قتلت سيدنا الحسين هي نفس الجبهة الموجودة هسه المتمسكة بالكراسي، والجبهة الثانية هي جبهة الشعب العراقي اللي انظلم من هاي الزمرة، فطلع الشعب ضد الظلم وواجهتها زمرة القتل والإجرام بالاعتقالات والتعذيب والقتل. أستاذ عمر، اليوم حقيقة يعني وصلتني وثيقة شبه أكيدة من احد الاشخاص صادره عن قبيله الحلابسه تعلن براءتها من محمد الحلبوسي بعد ان شافوا شلون ايد مداخله عمار طعمه بالبرلمان وطعنه بالخلفاء ورفض العقوبات الامريكيه على ايران وتأييد لايران وتأييد ايران لترشيحها. ونتمنى ان تكون وثيقه صحيحه، ونتمنى من كل عشيره من العشائر اللي عندهم نائب بالبرلمان ان يعلنون براءتهم من كل نائب يأيد ايران ويؤيد اللي دسويه إيران بالعراق. نعم. وأرجع وأقول للشعب، لو أنتم فعلا تحبون سيدنا الحسين عليه السلام كان حولتوا زيارتكم هاي السنة لزيارة سيدنا الحسين، ووجهتوها ضد اللي ظلموكم وسرقوا خيرات بلدكم وحرموكم من كل الخدمات وخلوا أولادكم اللي بذلوا وبذلتوا كل جهد في سبيل حصولهم على شهادات عليا، خلوهم يفترشون الرصيف ويفتحوا لهم بسطية يرتزقون منها، وأبناء الجهلة واستفلة مستلمين أعلى المناصب بالدولة وعدهم استعداد هذول الزمرة اللي مسلطة على رقابنا يا أستاذ عمر. نعم. أنا واثق بأنه عدهم استعداد لو أن سيدنا الحسين عليه السلام موجود حاليا ويمنحهم ويستنكر هذا الأعمال اللي يقومون بها ضد الشعب، والله إلى أن قتلوه يقتلوه من جديد، لأن ضد مصالحهم وضد اللي دا يردوهم. نعم. يعني مستعداد يقتلوه، ولأنه شيء يعني مبين. زين رأيك بالموضوع الأول اللي طرحناه في بداية الحلقة، التحالف السياسي المدعوم من إيران يقول لك إحنا على رأس أولوياتنا بالمرحلة القادمة إخراج القوات الأمريكية من العراق. مو قلت لك أستاذ عمر هذول دا يضحكون على نفسهم، هذول دا يصرحون هالتصريحات هاي حتى يكسبون تأييد الشارع العراقي على أساس، بينما هم يعرفون بنفسهم بأن باستطاعة أمريكا بإشارة واحدة أن تطلعهم من كل العراق وما يخلوهم متواجدين على أرض العراق. ولو ما أمريكا هم هسه موجودين بالعراق ويتحكمون بأمور الشعب أستاذ عمر، مستحيل يكونون موجودين لو ما أمريكا اللي جابتهم وسلطتهم علينا. الله يلعن أمريكا ويلعن إيران ويلعن كل هاي الأحزاب المتأسلمة اللي سلطت على رقابنا. نعم. مع الأسف والله العظيم أستاذ عمر، يعني ما أعرف شو أقول، شنو اللي إحنا هسه مستفادين من رئيس الجمهورية اللي خاصين الأمة به ويوميا طالعين المرشح الفلاني والمرشح الفلاني؟ أشو هو رئيس الجمهورية بس لازم القلم بيده ويوقع على الإعدامات اللي تصدر ضد الناس، ما عنده غير شغلة، ويعين أقاربه ويعين أهل بيته ويستلمون مليارات الدنانير كل شهر ومتنعمين ومرتاحين، وخلي الشعب يروح للجحيم. شنو اللي هامه هو رئيس الجمهورية؟ وشنو المستفادية احنا من منصب رئيس الجمهورية؟
وشنو اللي قدم لنا يا رئيس الجمهورية السابق والأسبق للشعب حتى ننتظر من هذا رئيس الجمهورية الجديد أن يقدم للشعب؟ فهي كلها زمرة ظالمة، زمرة مجرمة، زمرة عميلة، كلها ما تنفع الشعب العراقي نهائيا. يعني هو بحسب الدستور اللي جاب المحتل الأمريكي، رئيس الجمهورية ما له سلطة تنفيذية، يعني منصب شرفي، والجماعة مع هذا مختلفين على هذا المنصب في حزبين. هو احنا عندنا حزبين كرديين أساسيين معروفين، الحزب الديمقراطي والحزب الوطني، مختلفين على موضوع رئاسة الجمهورية، مختلفين على الأموال اللي راح يسرقها رئيس الجمهورية، مختلفين على الامتيازات اللي ده يحصل عليها رئيس الجمهورية. كل زمرة تقول احنا هذا مرشحنا خليه يستفاد أكثر، ولا هو مستفاد الشعب منهم أستاذ عمر؟ كل شيء ما مستفاد منهم يعني. ونهاية أقول الله يلعن أبو الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية وكل معممي السلطة، الله يلعنهم بالدنيا وبالآخرة على اللي سووه بينا وسووه بالشعب. أمو كان ما قاعدين هسه وهم دي يتنافسون بيناتهم على ترشيح فلان وفلان، خل دي يشوفون حال المهجرين، خل دي يشوفون حال النازحين اللي عايشين بالخيم والشتاء راح يجيهم، خل دي يشوفون اللي دي يصير بالبصرة وبقية المحافظات، خل دي يشوفون مشكلة الكهرباء شنو اللي سووه بيها وش قدموا للشعب، خل يشوفون هاي الأمور. ليش خاصين نفسهم هذا مرشح رئيس جمهورية وهذا مرشح لرئاسة الوزراء؟ شنو المستفادين من عندهم احنا أستاذ عمر؟ هي زمرة باطلة تسلطت على رقابنا بواسطة أمريكا، وهسه هم دي يطلعون ويصرحون بأنه يجب إخراج الأمريكان. يا أبو والله العظيم لو ما عيب لا أحكي حكاية، بس مع الأسف والله. نعم، أنا أشكرك أبو ناصر من تركيا كان معنا. أعزائي المشاهدين مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. رسالة على الواتساب يقول: مرحبا أخي عمر، من هو هذا العامري ليخرج الولايات المتحدة الأمريكية من العراق؟ أليس هو الذي قاتل مع الإمام الجيش العراقي الباسل في القادسية والذي هدم ديالى؟ ويقول: أريد أن أرى إيران من هنا. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلا بك أستاذ عمر. الأكراد هم كل الزين السياسيين الأكراد يعرفون أنه منصب رئيس الجمهورية تشير رمزي لا إلى قيمة تذكر ولا هم يحزنون. نعم. يعرفون كل الزين. يعني أنا جدا انقهرت على نفسي من سمعت أنه هذا المدعو شو اسمه أوس هذا السفيه الخفاجي عطيت فواز معصوم خلايا عدلنا 34 واحد، وهذا عمر يعتبر عليه، وأنا أول مواطن كردي يقولها زين، خلي يكون بعلم الجميع، هذا عار علي أنا أول واحد كمواطن كوبي بلاد السليمانية، إنه واحد مثل أوس سفيه يخوف يهدد رئيس الجمهورية، هذا حيث يعدلنا 34 واحد ويتحمل هو مسؤوليته، بس هو على مسؤوليته. والله العظيم والله العظيم. بس المنصب أنا ما أقول لك شيء، لكن إهانة. نعم أبو عمر، المنصب منصب رئيس الجمهورية بامتيازات قوية جدا. نعم، كمل كلامك. امتيازات إلى هو والعائلة. نعم. والجماعة اللي دائر مدورة يعرف. نعم. يعرفون كل شيء. ليش مسعود برزاني رئيس مسعود برزاني رئيس الحزب ما يقدم نفسه؟ يعني يعرف ما له كل، يعرف كل قيمة ما له هذا المنصب. نعم. يعرفون كل شيء. أنت هنا بده يصير تنافس بين الحزب الاتحاد. الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، هو مسألة لعب سياسة لا أكثر ولا أقل. يقول لك أخر 15 20 يوم 30 يوم أخر، والله إحنا نزلنا مرشح، والله هم نزلوا مرشح. هذا شنو الغرض من عنده؟ شنو القصد من عنده؟ القصد من عنده أنه تتأخر إلى يوم يجي 4 نوفمبر إن شاء الله، وراح تشوفون دول اللي بيطولون لسانهم وبيحكون أهل الحمايم، الحمايم السود والبيض، راح تشوفون
الشارع ما له والي، والله العظيم، والله والله يوم اسود جاي على ايران على كل اتباع ايران قسما بالله العظيم، راح تجي عاشوراء من جديد، ورا ما يخلص الاربعيه راح تجي عاشوراء من جديد، يسموها عاشوراء المجوسيه ماكو، هاي المجوسيه اللي يعيدوها والله، والله اللي تو عزا ونطم عليهم، اما بالنسبه للتهديدات هذه هديه انا اسميها هديه، هذا مو ذكاء، هذا انت كنت جايح في الشوارع وجابوك توك عاملين براس العالم، انت وهذا انت وهذا هذه الملكية الموسوي وغيره وغيره يطالبون بإخراج القوات الأمريكية، لا هذا أول المتطوعين قسما بالله العظيم، أبو عمر من السليمانية خلي قناة الرافدين تفتح صفحة كاملة على تسجيل أول المتطوعين اللي هو أبو عمر لإخراج الأمريكان، بس بشرط تجي لي فتوى من السيستاني، فتوى أبو السوس هذا العجمي وأنت فتوى إذا أنطون 200 مليون إحنا كلنا حرام عرب سنة عرب أكراد ما أكراد سنة كلنا نجمع لفلوس من 200 مليون طو احنا ننطي مليارين جين بس ينطي فتوى هو انطى الفتوى الاولى قال هذول حلفائنا ما يجلس مؤقتهم اريد يلغيها هاي الفتوى ينطي فتوى جديدة في جهاز الامريكان وانا مستعد ان اكون اول الناس اذا هو صادق هو شريف اخو خيته ماكو هو يعتبر عندكم يشيع الاله الاكبر لا تزعلون ضيعوه انتم فتوى الجهاز الخلاعي وغيره وغيرها ضحك عليكم وسرقوا اموالكم كلها انت سمعت اليوم المرجعيه تبرعت بمبلغ من المال هاي المليار اللي اخذتها على موكب واحد صغير بطل مي بطل مي ما انطول فقير شيعي تجون انتم هسه عمي الى متى تضحكون ولك حسن يسمع يا استاذ عمر هذول كلهم كانوا دايحين بالشوارع بس العتب مو على السيستاني ولا على هادي العتب على صدام حسين انا لو بدا لك انت ابن العراق الدوله العباسيه ما كانت موجوده بالجزائر لو موريتانيا الدوله العباسيه الاولى اللي سقطت كانت ببغداد يا صدام حسين تعرف الوزراء وغيره وغيره كلهم دول من شيعه المجوس كانوا موجودين ويا الدوله العباسيه ما قريت التاريخ ما عرفته نعم. ما قوتي وياك بخير ابو عمر كان كان المفروض اسطره نعم. مصدق لا أفضلهم عدمهم كلهم العتب مو عليهم العتب علينا إحنا ما عرفنا أبو عمر من السليمانية كان معنا معنا اتصال أبو عماد من بغداد تفضل أبو عماد أبو عماد اترك التلفزيون الله يخليك نص التلفزيون تسمعني لو ما تسمعني السلام عليكم وعليكم السلام اترك التلفزيون الله يخليك صوتك مسموع شلونك استاذ عمر الله يسلمك عيوني يا ابو عمر رجعنا للمربع الاول نعم الو تسمعني اخويا اسمعك تفضل رجعنا للمربع الاول مع الاسف وايران هي المسيطره ولسان حال العراق يقول ان حظي كدقيق بين شوك نثروه ان من اشقاه ربه كيف انتم تسعدوه والله ذولا ما يسعدونا مع الاسف نعم. والله مع الأسف هاي 15 سنة ورا سنة شنو اللي يسوون احنا ما نقول كلهم لكن أكثرهم فاسدين وأكثرهم ما يخافون الله وأكثرهم يفكرون بجيبهم بس وإنا لله وإنا إليه راجعون ما عندي غير هذا وأن يدعو من الله رب العالمين أن يعود بالعراق العراق اللي فعلا هو كان شمعة بعيون كل الدول العربية وكل العالم العراقي من كان يسافر للخارج يأخذ له تحية أهلا وسهلا هسه العراق علي بابا يسموه مع الأسف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أشكرك أبو عماد من بغداد نقرأ آخر رسالة على الواتساب يقول أخي عمر وش قد رخيصة الحكومة وش قد أكو رخيصين من الشعب اللي يسمحون لشخص تافه وعميل بامتياز وهو يدعي علنا أنه مع الخميني ضد العراق وقتل مع الفرس شنو من شعب راضي بهؤلاء 15 سنة مو كافي يقول وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي تحدثنا فيها حول مطالبة التحالف السياسي المدعوم من إيران بإخراج القوات الأمريكية من العراق وكذلك تحدثنا حول منصب رئيس الجمهورية والخلاف ما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الوطني الكردستاني شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله